استمرار نقل الجهود المبذولة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 الرامية إلى الحفاظ على سلامة جميع من يقيم على أرض المملكة. انطلقت 3 حافلات فحص متنقلة مزودة بأحدث التقنيات الطبية ومجهزة بعدد من الكوادر الطبية المؤهلة إلى منطقتي الإدراز والبديع لأخذ ما يزيد على 500 عينة من المواطنين والمقيمين فيهما، وذلك للتأكد من عدم وجود أي إصابات وتحديد ماهية المصابين إن وجدوا. 3 حافلات فحص متنقلة تابعة لوزارة المواصلات والاتصالات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية وبعدد من الكوادر الصحية المؤهلة العاملة لدى وزارة الصحة وبإشراف مباشر من هيئة تنظيم سوق العمل وبتواجد عدد من الدوريات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. انطلقت من مركز المعارض ضمن مسار خطط له التوجه نحو منطقتي الإدراز والبديع لإجراء عدد من الفحوصات العشوائية لمجموعة من المواطنين والمقيمين فيهما، وذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 الرامية إلى تعزيز الصحة العامة بالمملكة والحفاظ على سلامة جميع من يقطن فيها من خطر الإصابة بوباء كورونا المستجد والدأب على الحد من انتشاره. كل باص مهيئ بالطاقم الطبي، طبيب وممرضة ومنسق، وإذا كان ده الباص مثلا بيكون طبيبين فيه ممرضتين ومنسقين، طاقمين بيكونون. بينطلق كل باص إلى وجهة معينة حسب الجدول مالنا. الوحدات المتنقلة هي تقوم بمتابعة المرض في الأحياء السكنية، وذلك لأخذ فكرة ونظرة عامة عن انتشار المرض داخل المجتمع وليس فقط في المرضى المراجعين للمراكز الصحية، وهذا شيء مهم أنه نأخذ يكون عندنا معلومات عن انتشار المرض داخل المجتمع أيضا ليتم السيطرة عليه بصورة أفضل. في وعي صار، يمكن في البداية الكل شاهد مثلا أنه ما كان في التزام، بس عقب ما صار تضافر بين الجهود داخلية صحة نشر الوعي قلت هاي المشكلة، أنه مثلا الاختلاط الخروج اللي إذا كان في دواعي. تضافر المساعي الوطنية لمحاربة هذا الوباء الذي أظهر استسلامه عند ملاحقته ومحاصرته جاءت بنتائج مطمئنة تمثلت بتقليص أعداد المصابين به في البحرين يوما بعد يوم وزيادة مستوى الوعي بين صفوف فئات المجتمع عبر تقيدها والتزامها بالتعليمات والإرشادات الصادرة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في تطبيق الإجراءات الوقائية المحددة. كنا نختار مناطق معينة اللي يكون فيها تجمعات أكثر شيء مبدئيا، رحنا حق المناطق اللي تواجد فيها عمالة أكثر شيء في البداية، وعموما كان الاختيار يعني عشوائي بشكل عشوائي، نحط تقريبا تارجت حق عدد معين حق الوحدة نفسها وناخذها يوميا. نستقبل العينات العشوائية، نستقبل جميع الفئات المجتمع، نسجلهم في سيستم الاي صحة، نتأكد من تحديث بيانات الاتصال، نتأكد من عناوين منازلهم على أساس أن تكون الصورة واضحة إذا طلعت النتيجة. المعاملة جدا طيبة، وهذا قاعدين يسوون واجبهم وأكثر، ونتمنى لهم التوفيق ونتمنى للبلد يزول هذا الوباء. على مدار يوم كامل تم إجراء ما يزيد على 500 فحص أخذت بصورة مباشرة وغير اختيارية من سكان منطقتي الإدراز والبديع عن طريق هذه الوحدات المتنقلة المدعومة بأجهزة طبية معتمدة عالميا في الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا والتأكد من حصولها. جهود وطنية تثابر بكد واجتهاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتكاتف مستمر بين أجهزة الدولة المعنية للحد من انتشاره وكبح جماحه. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.